التواجد ديالنا الان في المعرض خاصه ديال المنطقه الخضراء ديال كوب 22 هو كيزيد يكرس ويؤكد مدى اهتمام شركه اكوا باور بالجانب الايكولوجي وبالجانب ديال التنميه المحليه. فشركه اكوا باور ما كتخفاش عليكم هي الشركه اللي طورت مشروع نور واحد، والحمد لله الان نحن في طور بناء وانجاز مشاريع نور جوج نور ثلاثه اضافه الى نور اربعه اللي غادي يكون فيه واحد الجزء في ورزازات وجزئين اخرين غادي يتواجدوا في بوجدور وفي 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 العيون باقليم العيون ساقيه الحمراء. اللي كنبغيو نبينوه هو اننا كنبغيو نعززوا السياسه ديال المسؤوليه الاجتماعيه للشركه عبر الاستراتيجيه اللي وضعناها خاصه بالنسبه لمنطقه ورزازات. فما يخفاش عليكم على ان ورزازات قمنا الحمد لله بوضع واحد خريطه العمل اللي تقريبا كان فيها اهتمينا بالعديد من العديد من المشاريع في ميادين مختلفه. فنعطيكم باش نوصف لكم واحد النبذه على الاعمال اللي كنقوموا بها من الناحيه الاجتماعيه. الحمد لله توفقنا في واحد العمليه ديال التكوين اللي قمنا بها مع مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، واللي الحمد لله تم تكوين ما يقارب 75 شخص من دواوير اللي كتواجد قرب المشاريع ديال مركب الطاقه الشمسيه نور. وهذه الدواوير هذه جات في جماعه قرويه تدعى بجماعه غصات خاصه في واحد المنطقه واحيه تسمى بمنطقه ازركي. الحمد لله توفقنا في هذه الدوره التكوينيه اللي دامت اكثر من 4 شهور، حيث تم تشغيل كل هاد الناس اللي في الاصل هما ما كانش عندهم واحد لاكاليفيكاسيون ولا ما كانش عندهم مثلا واحد الامكانيه لولوج سوق الشغل. توفقنا كذلك في دوره تكوينيه وذلك من اجل ادماج وانخراط المراه القرويه في محيطها، والعمليه تمت بشراكه مع وزاره الصناعه التقليديه والاجتماع والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث الان الحمد لله من مور هذاك التكوين اللي قمنا به في ميادين عده من خياطه ومن فن الحداده الفنيه وكذلك من فن الطرز بتكوين ما يعادل 41 مستفيده، والان نحن في طور انجاز وتكوين تعاونيات باش غادي نقدروا نحاولوا اننا ندعمهم ونكونوا حنايا كاول زبون ليهم. فمثلا الشركه غادي تحاول ما امكن انها تكون زبون هذه التعاونيات، الا كانوا مثلا عندنا واحد المسائل اللي نقدروا نهديوها مثلا الزوار ديال غادي نشوفوا ما امكن اننا نكونوا حنايا اول زبون لهذه التعاونيات، اضافه الى مشاريع اخرى قمنا بها لا من ناحيه ديال الصحه كتاهيل المستوصف الصحي ديال جامعه غسات باقتناء بعض الاجهزه مثل مثلا ليكوغراف او مثلا ان اوتومات دو بيولوجي او لا اون امبولانس اللي تكون ادابتي لا ناتور ديال لي روت. كذلك بعض الاشغال اللي قمنا بها في ميدان التعليم كاقتناء امينيبوس ديال ترونسبور سكولير لفائده طلاب الكوليج ديال سيدي احمد بن ناجي اللي كيتواجد في المنطقه الوسطى ديال غسات. اكثر افتخار ديالنا هو العمليات اللي قمنا بها من ناحيه ديال الفلاحه، حيث تم القيام بواحد التشخيص على مستوى المنظومه الانتاجيه ديال الدواوير اللي كتواجد قرب المشروع، وتخرجنا بواحد لو بلان داكسيون اللي قمنا به. كانوا عدد من المشاريع منهم اعاده تاهيل شجر النخيل اللي كيتواجد بواحه ازركي، اعاده تاهيل شجر اللوز اللي كيتواجد بالمنطقه العليا من جماعه التي تعرف بمنطقه اسغمو، اضافه الى واحد المشاريع اللي قمنا بها بالنسبه لفائده الدواوير اللي ما عندهاش الكثره ديال الماء واللي حاولنا نأورينتيوهم فيغ تربيه الماشيه من صنف الدمان، حيث ان الشركه قامت باقتناء نعجتين لكل اسره فلاحيه تقطن بالمنطقه، وتم وضع لكل 10 اسر واحد مال جينيتور باش يمكننا نمكنوا اولا لاكوبلومون، وهاد الناس هادو بطبيعه الحال غيزاولوا هاد النشاط هذا اللي هو في حد ذاته واحد النشاط اللي هو مدير للدخل. فهذه غير واحد الفكره، احنا كنرحبوا بكم، مرحبا بكم في ورزازات، ونشرفوا اننا نهبطوا لواحد الخرجه ميدانيه ونوريوكم شكون هما الجيران ديالنا، شكون هي الجماعه القرويه اللي كنفتخروا بها وكنعتزوا بها.